أنا آسف بس كفاية كلام محتاج ثانية قبل ما أمشي الموضوع مش شخصي هرسم عينين بعيطهم ما شايفين أصل حتى لو فاهمين فهم مش فاهمين وبعد ما أخلص هيبقى ده هدفي بس إن أنقذ الكون وهاخد كرامتي وهمشي لأني بسهولة عليهم بهون قوم انوي واختار طريق أنا فقت وقررت أجري فيه ولا حد غيري هيقدر ينقذني أنا عطاري ضوء القمر بيزيد سطوع نار عيني هطفيها بالدموع ولا حد غيري هيقدر ينقذني فأنا عطاري ولا حد غيري